أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. في الطريق إلى كوب 27 في مصر، هل تلقت جهود تحول الطاقة ضربة من الحرب الأوكرانية؟ ونستطيع آراء عدد من كبرى شركات المنطقة عن مدى التزامها بمستهدفات تحول الطاقة. يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني المحدد لضمان بقاء الزيادة في درجة حرارة الكوكب دون الدرجتين المئويتين والتي أقرت في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. فقد تسبب الصراع الجيوسياسي مع روسيا بإعادة إحياء استهلاك الفحم لإنتاج الكهرباء وخلق تدافعاً لضمان إمدادات بديلة إضافية من الوقود الأحفوري، حيث لم تتقدم سوى 19 دولة من أصل 193 بمستهدفاتها المناخية المحسنة لتحقيق تخفيضات أكبر في الانبعاثات بنهاية المهلة المحددة قبل أيام المتفق عليها في مؤتمر الأطراف في غلاسكو نهاية العام الماضي. كما أن الاستثمارات في الطاقات النظيفة ما زالت دون سقف ما هو ضروري، فبحسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة آيرينا، فقد وصل حجم الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة إلى نحو تريليون دولار سنوياً، وهو رقم يبقى أصغر بكثير مما هو مطلوب ليتماشى مع المستهدفات المناخية والبالغ 5.7 تريليون دولار سنوياً. رغم ذلك يرى البعض الآخر أن عملية التحول في الطاقة ما زالت قائمة رغم تباطؤها، وأن التحدي الوحيد فيها يكمن في الارتقاء بوتيرتها وحجمها لضمان بقاء العالم ضمن الجدول الزمني المستهدف في اتفاقية باريس للمناخ. حيث يشير هؤلاء إلى أن استغناء الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية سيفسح المجال أمامه لزيادة طموحاته المرتبطة باستخدام الطاقات المتجددة ورفع إجراءات كفاءة الطاقة، تدابير من شأنها أن تزيد من نسبة الخفض المستهدفة في الانبعاثات من قبل الاتحاد الأوروبي بعدة نقاط مئوية إضافية. النسبة المستهدفة البالغة حالياً 55% بنهاية العقد الحالي مقارنة بمستويات عام 1990. وليس الاتحاد الأوروبي وحده، فحتى دول رئيسية مصدرة للطاقة الأحفورية ما زالت ملتزمة بتشديد مستهدفاتها المناخية، حيث قامت الإمارات هذا الشهر بزيادة نسبة الخفض المستهدف في انبعاثاتها نهاية العقد الحالي من نحو 23% إلى 31% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. وتبقى الآمال الكبيرة معقودة على نجاح مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لدفع دول العالم إلى تفعيل المستهدفات المناخية الطموحة التي أعلنت وأقرت في غلاسكو في نوفمبر العام الماضي. بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات بادرت إلى إعلان مستهدفاتها للحياد المناخي، وقد بدأت الشركات العالمية بالفعل بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات. المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة السعودية محمود سليماني يشير إلى أن حصة الفرد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة هي من بين الأعلى عالميا، ما يستوجب تسريع وتيرة مشاريع تحول الطاقة. وجود التحالف هذا مهم جدا من وجهة نظرنا، إذا نظرنا إلى المعطيات العالمية. القطاع الصناعي يسهم بما حوالي 18% من الانبعاثات الكربونية عالميا، وقطاع التوليد لوحده يسهم بحوالي 42% من الانبعاثات الكربونية. لما ننظر لهذه المعطيات، هذه معطيات مخيفة، لذلك وجدنا أنه التحالف هذا مهم، أنه القطاع الصناعي يضع أهدافه مع بعض مساعدة لصناع القرار في حولين العالم للوصول لأهدافهم.
كما هو معلوم عدة دول أعلنت أهدافها للوصول للحياد الكربوني، منها المملكة العربية السعودية أعلنت بحلول 2060 للوصول للحياد الكربوني، دولة الإمارات أعلنت ب 2050 للوصول للحياد الكربوني. وجودنا إحنا كسيمنز إنرجي كرائدين في هذا القطاع بالتحالف مع الشركات الكبرى عالميا سيسهم في تسريع الوصول لهذه الأهداف. وهل هو ملزم للدول المشاركة، وما هو حجم الأعضاء اللي ممكن أن ينتسبوا لهذا التحالف؟ التحالف هذا مفتوح لجميع الشركات للانضمام له. إحنا نطمح في سيمنز إنرجي للطاقة أن نرى العديد من الشركات للانضمام بهذا التحالف. الآن لدينا 15 شركة من ضمنها سيمنز إنرجي، إرينا، توتال ستيل، توتال إنرجي، إي دي إف بالفرنسية، وعدة شركات. نحن نطمح في المستقبل أن نرى عدة شركات تنضم لهذا التحالف. سيمنز إنرجي ستقود هذا التحالف لمدة سنتين قادمة. نأمل أنه إحنا في كوب 27 الذي سيقام في شرم الشيخ أنه نجد العديد من الشركات ترغب في هذا الانضمام. التحالف زي ما ذكر سابقا يهدف بصورة أساسية لتسريع الأجندات والأهداف من القطاع الخاص، من القطاع الصناعي، للوصول إلى الحياد الكربوني في أسرع وقت. وكيف ترون سرعة التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في ظل الأحداث العالمية سواء اقتصادية أو جيوسياسية؟ الجواب على هذا السؤال لا يمكن اختصاره هنا، لكن أذكر حقائق، وهذه الحقائق ستدل على ما سأشرحه لاحقا. عندما نرى في هذه المنطقة حصتها من الانبعاث الكربوني للفرد تعتبر الأكبر عالميا، نحن نتكلم في حوالي 8 طن حصة الفرد من الانبعاثات الكربونية في هذه المنطقة. إذا جينا نقارنها بأوروبا فهي حوالي 5.6، إذا جينا نقارنها بآسيا فهي حوالي 4.3. الأرقام مخيفة، تتوجب علينا أنه نحن نعمل حلول الآن لحل مشاكل المستقبل. ماذا سيحدث إن لم نتخذ أي حلول؟ سوف نجد ارتفاع في درجات الحرارة بما يقارب 5 درجات مئوية بنهاية هذا القرن. هذه المعطيات مخيفة، تستوجب مننا جميعا أن نتعاون مع صناع القرار في اتخاذ الحلول اللازمة الآن. سرعة تنفيذ هذه المشاريع ليست بالشكل المطلوب، تتوجب جهود أكبر من جميع الأطراف الخاصة والحكومية للإسراع فيها. بالحديث عن المنطقة، ما هي المشاريع الجديدة التي تعملون عليها والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات؟ لدينا عدة مشاريع الآن قائمة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، لدينا مشروع ريادي الآن في تحويل أحد التوربينات القائمة في محطات التوليد من حرق الغاز إلى حرق الهيدروجين. نحن ذكرنا سابقا أنه توربينات سيمنز إنرجي للطاقة لديها القدرة الآن على حرق الهيدروجين بنسبة كبيرة جدا، ولكن نطمح بحلول 2030 بأن التوربينات تكون قادرة على حرق الهيدروجين بالكامل. هذا المشروع ريادي، هذا المشروع سيبرهن قدرة توربينات سيمنز إنرجي للطاقة على حرق الهيدروجين. عندما نتحدث على الدول المجاورة كالإمارات العربية المتحدة، لدينا عدة مشاريع. إذا تجينا نتكلم عن حكومة دبي، لدينا شراكة مع حكومة دبي ومصدر ومع شركة الكهرباء والمياه في دبي على تحويل على إنتاج الهيدروجين في مدينة محمد بن راشد للطاقة الشمسية. كما في مصر لدينا اتفاقات مع الحكومة على عدة مشاريع من ضمنها إنتاج الهيدروجين، ومن ضمنها رفع الكفاءة في التوليد بصورة خاصة. إذا جينا نتكلم على أبو ظبي، لدينا أيضا شراكة مع مصدر، مع توتال ومع لوفثانزا وطيران الاتحاد لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في مجال النقل. هذا بالنسبة للمشاريع المستقبلية. ماذا عن المشاريع السابقة؟ هل سيتم إدخال تقنيات لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات؟ وكم ما هي النسبة التي متوقع أنه خفضها؟ سؤال جميل جدا. للتحول إلى الطاقة النظيفة بالكامل يتوجب علينا حلول ترانزيشن بيريد، منها الانتقال من حرق الوقود السائل إلى حرق الغاز.
دراستنا في المنطقة هنا بالنسبة للتحول إلى الغاز سيسهم بما لا يقل عن 50% من تقليل الانبعاثات الكربونية إذا تحول القطاع التوليد بالكامل إلى حرق الغاز. طبعا هذه هي المشاريع اللي احنا قائمين الآن فيها. على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية لدينا مشاريع جدية تحت النقاش مع صناع القرار للريباورينج بروجيكتس اللي هي التحول من حرق البترول لحرق الغاز. إذن مشاهدينا الكرام سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات مستقبل الطاقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. دبي من أكثر مدن المنطقة استثماراً في تحول الطاقة، فبعد الطاقة الشمسية بدأت شركة ديوا العمليات التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لديوا سعيد الطاير قال للعربية أن الهيدروجين الأخضر سيصبح منافساً للطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء مستقبلاً. توجه اليوم عندنا في دولة الإمارات الطاقة النظيفة، طبعاً هني اليوم في دبي بوتيرة متسارعة نسعى لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية. طبعا عندنا في مجمع محمد بن راشد اللي هو يعتبر أكبر مجمع في مركز واحد في العالم وأكبر مجمع بالنسبة للطاقة التخزينية، نقدر نخزن الطاقة لمدة 15 ساعة. عندنا نوعين من التكنولوجيا الموجودة اللي هي طبعا الطاقة عبارة عن طبعا مولتون سولت اللي نسميها الملح المذاب، والتكنولوجيا الثانية البارابوليك تكنولوجي وهي كذلك استخدام السبيشال اويل في انتاج او تخزين الطاقة. طبعا المشاريع هاي مهمة بالنسبة لنا، ليش؟ لأن نحن في المستقبل ما نعتمد على الطاقة التخزينية، وقفنا أي مشاريع جديدة بالنسبة للتوربينات الغازية عدا المشاريع القائمة حتى يتم تدشينها. طبعا نحن ماشيين على حسب الاستراتيجية، ويمكن نحن في تخفيض الانبعاثات الكربونية سابقين الزمن حقيقة. كنا في المفروض أن نخفض 16% في عام طبعا 2021، ولكن حقيقة خفضناها وصلنا 21%، فمعناته أن نحن بالنسبة للتخطيط وتشغيل الوحدات الطاقة الشمسية وساعدتنا على تخفيض الانبعاثات الكربونية. هناك أيضا في مجمع الشيخ محمد بن راشد مشروع الهيدروجين الأخضر، لو تحدثنا تفاصيل عنه، متى سيبدأ مرحلة الانتاج؟ لا، المشروع هذا بدأ الانتاج وداخل في الشبكة، ولكن هذا مشروع صغير جدا. الهدف من دراسة الإيجابيات والسلبيات. طبعا نحن نتكلم عن اليوم خطة استراتيجية للهيدروجين، ولكن تعرف طبعا الهيدروجين يحتاج وقت بالنسبة لإنتاج الطاقة، طبعا نظرا لارتفاع الأسعار. طبعا هناك استشاري تم تعيينه، ونحن في طور إنهاء عملية الدراسة وطبعا التعرف على التحديات، و طبعا هناك خطة حقيقة لإدخال الهيدروجين الأخضر من ضمن خطة الاستراتيجية للهيئة، ولكن أعتقد أنا بيظل الهيدروجين الأخضر هو منافس في المستقبل وليس المستقبل الغريب بالنسبة لطبعا الطاقة الشمسية. أعلنتم عن خطة لاستثمار 40 مليار درهم على مدى الخمس سنوات المقبلة للاستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة، أين سيتم استثمار هذه الـ40 مليار وكيف ستنعكس على جهود ديوا؟
طبعا نحن بنستثمر في مجال الطاقة الشمسية، وبنستثمر كذلك في مجال المياه اللي هو التناضح العكسي. والمشاريع طبعا اليوم نحن تم طرحها مناقصات عالمية، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سوف يتم الترسية على المقاولين إن شاء الله. هل أثرت الأحداث الجيوسياسية أو الأحداث الاقتصادية العالمية على وتيرة سرعة التحول نحو الطاقة المتجددة؟ طبعا نحن عندنا برنامج وعندنا خطة استراتيجية، نمشي على الخطة الاستراتيجية. يمكن أقدر أقول لك يمكن حن سابقين هالخطة. طبعا عملية التحول مثل ما ذكرت أنا لها برنامج معين، يعني أنت اليوم ما تقدر يعني تضع وحدات بالنسبة للطاقة الشمسية ولا تستخدمها. فنحن نستخدم طبعا الطاقة الشمسية على حسب الحاجة، وماشيين على حسب الخطة الاستراتيجية. هل انعكست على أسعار التعريفات ممكن للمشاريع المستقبلية؟ والله شوف، اليوم حقيقة عالميا هناك أزمة الطاقة. طبعا هاي أثرت على المصانع، أثرت على المحطات اللي هي طالبة توسعة في إنشاء محطات طاقة شمسية، نظرا لبعض المصانع العالمية لم تعمل كاملا، نظرا لمثلا في الصين يعني ما كانت المصانع تعمل في فترات معينة، ولكن في بعض الدول زادت الأسعار في المحطات الفرعية هناك، المعدات الكهربائية تم طبعا زادت في حدود 5 إلى 8%. فطبعا تأثير الحرب كان واضح، طبعا تأثير على الإمارات ما أعتقد أن هناك تأثير، لأن الإمارات أول شيء بالنسبة للعقود الوقود عندها عقود طويلة الأجل، والشيء الثاني بالنسبة لمشاريعها مشاريع خصخصة، يقوم المطور الرئيسي بإقامة وتشييد محطات الطاقة النظيفة. إلى جانب الاستثمارات المحلية في الطاقة المتجددة، من اللافت أن عددا من شركات المنطقة تضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة في أنحاء العالم. من هذه الشركات مصدر الإماراتية التي تحدث مديرها التنفيذي للطاقة النظيفة فواز المحرمي عن مشاريعها التي تهدف للوصول إلى قدرات إنتاجية تصل إلى 100 جيجاوات خلال 10 سنوات في هذه المقابلة التي أجراها الزميل يحيى الرفاعي. مصدر تستثمر في أكثر من 40 دولة حول العالم، عندنا استثمارات مجمل استثماراتنا أكثر من تفوق 20 مليار دولار. طبعا السعة الإنتاجية اللي عندنا تفوق 15 جيجا وات حول العالم. طبعا هالإنتاجية المركبة للمحطات، استثماراتنا اليوم توزعت في أكثر من دولة حول العالم. هذه الدول طبعا احنا أسسنا مكاتب في أنحاء العالم، في لنا استثمارات في آسيا، لنا استثمارات في أوروبا وأيضا في أمريكا وفي أفريقيا، ولنا عدة شراكات تتبلور نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقنيات النظيفة أيضا. هل هناك أي مشاريع جديدة ممكن نترقبها قريبا؟ طبعا احنا نستثمر في كل مناطق وأنحاء العالم في الطاقة المتجددة، طبعا التركيز أكثر على الطاقة المتجددة، ولكن أيضا نستثمر في طاقة توليد الكهرباء من النفايات أيضا، وفي طاقة أيضا الجيوثيرمال. طبعا لنا عدة مساعي، في عندنا مشروع مثلا في مشروع الطاقة الشمسية الطافية اللي الحين نحن حاليا نقوم بإنشاء المشروع في أندونيسيا. طبعا هذا أكبر محطة طاقة شمسية طافية في العالم، هي 145 ميجا وات
إنتاج الكهرباء فيها. هذه مشروع يعني مهم جدا واستثنائي في المنطقة، فبعد ما نستثمر في هذا المشروع نعتقد أنه سيفتح آفاق كبيرة جدا للاستثمار في تقنية الألواح الشمسية الطافية في المنطقة الآسية. عندنا طبعا استثمارات أيضا في اللي نسميها إحنا التوربينات الطافية. طبعا كنا إحنا أول شركة من أوائل الشركات في العالم اللي استثمرت في هذه التقنية، وحاليا ننظر مع شركائنا للاستثمار في طاقة الشمس، طاقة الرياح البحرية الطافية في المنطقة في أوروبا وأيضا في أمريكا وغيرها من مناطق في العالم. الحرب أو التوترات الجيوسياسية، وباء كورونا أثروا كثيرا على سلاسل الإمداد وأثروا كمان على أسعار المعادن، كيف انعكس ذلك على وتيرة نمو الطاقة المتجددة؟ طبعا لا يخفى على حد أن تأثير كورونا كان جدا كبير، وطبعا عملت على إبطاء حركة النمو بشكل عام في العالم، وأكيد قطاع الطاقة وقطاع الطاقة المتجددة تأثر بشكل كبير، لكننا رأينا الحمد لله يعني عودة جيدة للقطاع هذا، ونرى طبعا هناك أيضا تأثيرات كبيرة لا زالت موجودة مثل سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير، تأثيرها كان لا زال موجود إلى يومنا. أيضا يوجد هناك التزام من كثير من الحكومات العالم في كوب 26، وطبعا سنرى ايضا الكوب 27 السنه هذه بخصوص الحياد الكربوني والتماثل وكيف ممكن نعمل ديكربونايزيشن لكثير من القطاعات المختلفه في سواء كانت في النفط والغاز او في ايضا في الصناعات في البلد. فاحنا كثير نشيطين في هذا المجال ومهتمين جدا ان نشارك مع شركائنا لتحقيق هذه الاهداف والغايات. مؤخرا أتمت أدنوك وطاقة صفقة استحواذ على مصدر بقيمة بنسبة 67% وبقيمة 7 مليارات درهم، كيف سينعكس ذلك على استراتيجية مصدر؟ طبعا الاستحواذ هذا مهم جدا واستراتيجي. مع هذا الاستحواذ اللي تم تعمل الشركة على يعني تطوير ونمو الشركة بشكل كبير جدا. هناك خطة استراتيجية كبيرة جدا لنمو الشركة إلى 100 جيجا وات خلال 10 أعوام القادمة. طبعا خطة طموحة جدا ومهمة، ولنا خطة استراتيجية سوف يتم إعلان عن تفاصيلها إن شاء الله في المستقبل. ماذا عن مشاريع الهيدروجين بالنسبة لمصدر؟ طبعا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر هو طبعا جزء من أعمال أو شركة مصدر تقوم فيها. طبعا احنا شاركنا منذ طبعا العام اللي طاف من خلال الائتلاف اللي كان بين شركة أدنوك ومبادلة وإيدي كيو في موضوع تحالف الهيدروجين الأخضر. مصدر قامت بعمل على تنفيذ بعض هذه المشاريع من خلال هذه التحالف. طبعا لنا أول مشروع هيدروجين تجريبي، هيدروجين أخضر التجريبي اللي نقوم فيها مع تحالف مع عدة من أطراف من شركات مثل سيمنز ولوفتنزا والاتحاد وغيرها من المطورين والستيك هولدرز. طبعا يعمل هذا المشروع على تنفيذ مشروع تجريب الهيدروجين الأخضر، سيولد منها هيدروجين الأخضر، وأيضا سنقوم بتوليد وقود للطائرات الصناعية يسمونها SAF Sustainable Aviation Fuel. فيكون هذا المشروع مشروع مهم جدا لوضع رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع اقتصادية للهيدروجين الأخضر وأيضا هيدروجين اللي يستخدم في الوقود للطائرات. يا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.